كثير من حامل الجوالات وحاملات الجوالات من حمالات الحطب. كيف؟ سخرية بمجتمع كامل ينشرها، كل ما جاء نشره، حق باطل كذب لا يسأل، يقول والله جاءت وأرسلت. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لذلك الواحد ينتبه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا، والأيدي هذا الزمن تتكلم بالرسائل وتتكلم بما تفعل في هذه الوسائل. إذن امرأته حمالة الحطب بماذا؟ وهو أبو لهب بماذا؟ الحطب يحتاج إلى اللهب حتى يتقد، واللهب يشتد بالهواء.